انك تشد الباكالوريا ما فيش مكان وما فيش كرسي وما فيش طاولة في الجامعة. ملاعب الكرة مقيومة بالملايين من الدراهم. هل سمعتم بعربية كانت تعري سيقانها وترقص في دار الندوة مثلا اللي هي تبع قريش في مكة؟ والعلاج ما هو العلاج؟ العلاج هو كل ما كنقول العودة إلى الإسلام، العودة إلى الدين. كيف نعود؟ راه ماشي المشكلة هو نحفظ كثيرا من القرآن ونرتله ونجوده وما إلى ذلك. لماذا لا يهتمون بالمستشفيات كما يهتمون بملاعب الكرة؟ السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من شمال ماساتشوستس، من شمال بوسطن وهي عاصمة ماساتشوستس أقصى شمال أمريكا تقريبا، بمناسبة الشواطئ والبحار فهذه جماليات خلق الله سبحانه وتعالى. إن الله جميل ويحب الجمال طبعا كما تعلمون، لكن في بلادنا جعلوا من هذه الشواطئ وهي للاستجمام جعلوا منها تجمعات للعري والفضائح والتبرج وما إلى ذلك. فكما تعلمون هناك ميزانيات باهظة لتصرف على تلك الشواطئ والمرافق يرتادها الناس، والهدف من ذلك هو هذا، هو التأقلم مع العري. فالناس اللي يجيو مثلا المارسي أو يجيو الواد لو أغلبهم جاو من مدن بعيدة، فالواحد لما يجي من مدينة بعيدة ويمشي لهذا الشاطئ يكون متحررا من القيود الاجتماعية والرقابة الاجتماعية، لأن الرقابة الاجتماعية لها دور مهم، وهذه بدأت كذلك تتكسر بعد أن تكسرت الرقابة الربانية الإلهية. فيأتي الواحد مع امرأته وبناته فيتعرون كما خلقتنا ربنا ضبطة هكذا بدون حياء وبدون عفة وبدون أي وازع ديني، وهذا يتصادم تمام الصدام مع ما يعتقدونه من معتقدات إسلامية ودينية وقرآنية وأخلاقية. فهم يقومون بهذه الأفعال الشنيعة وهم يقول لك ربي اسمح لي وماشي في الهاوية. من غرائب وفضائح هذه الدول التلحودية الغلمانية القردانية أنهم يهتمون بالشواطئ ويخسرون عليه الأموال الطائلة أكثر مما يخسرون على الصحة أو على المدارس أو على الجامعات. شوفوا مدارس ابتدائية كيف هي الحالة ديالها، بل وإعدادية وثانوية كيف هي الحالة ديال الواجهات، الحيطان، الأبواب، يعني شيء بهدلة. لا أعمم، طبعا هناك مدارس مستوى، لكن لماذا لا يهتمون بالمدارس كما يهتمون بالشواطئ التي يتعرى فيها الناس؟ لماذا لا يهتمون بالمستشفيات كما يهتمون بملاعب الكرة؟ الآن الناس مستشفيات ما فيهاش معدات، ما فيهاش أدنى وأبسط أغراض اللي يقوم بها الطبيب بالعلاجات اللازمة. لكن بل المضحك والمبكي هو أنك تشد الباكالوريا وبعدين ما فيش مكان وما فيش كرسي وما فيش طاولة في الجامعة، ولكن في نفس الوقت ملاعب الكرة مقيومة بالملايين من الدراهم. هاي مقفولة يرتادها الناس أسبوعيا، بينما الجامعة نحتاجها يوميا. فلماذا لا نهتم ببناء الجامعات كما نهتم ببناء ملاعب الكرة؟ هنا تظهر لك توجهات هذه الدول العربية البعيدة عن الإسلام والبعيدة عن الدين كبعد السماء عن الأرض. لماذا يهتمون بكل تهريج وبكل شيء يكسر ويهدم الأخلاق؟ يعني هذا مخططات ينفذونها وهي توحى إليهم من وراء البحار طبعا، من أسياد الذين كانوا مستعمرين في السنوات الماضية. شيء مهم وخطير لازم نعرف، إن ما تقوم به نساء وبنات المسلمين من عري وتبرج ومسح على الشواطئ، هذه الأفعال الشنيعة الشنيئة والله حتى العرب الجاهلية ما قاموا بها أبدا. ادرسوا التاريخ، اقرأوه. هل سمعتم بعربية
كانت تعري سيقانها وترقص في دار الندوة مثلا اللي هي تبع قريش في مكة، كانت هناك راقصات عبارة عن جواري، جواري يؤتى بهن سبايا حروب قبلية أو ما إلى ذلك. أما العربي، العربية الحرة أن ترقص أمام قريش فهذا لم يحدث في التاريخ. فهناك قصة عندما فتحت مكة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ البيعة من النساء، وقال لهم فيما قال: وأن تبايعنني على ألا تزنين ولا تأتين ببهتان بين أيديكم وأرجلكم. فقامت هند بنت عتبة وهي زوجة أبي سفيان، هذه لم تتوضأ ولم تغتسل من الجنب بعد، لم تركع لله ولا ركعة واحدة، دخلت في الإسلام لكن لم تتعلم شيء. عندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتبايعنني على ألا تزنين، قامت وقالت مندهشة: وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ سؤال استنكاري، وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ حرة مشركة كافرة أسلمت بقى من يعني ما عرف والو، وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني لما نقول لكم شوفوا نساء المسلمين وبناتهم، وغالب الأعم لا نعلم سلاما للناس، ولكن شوفوا الوضع كيف مزري، يعني وضعية مزرية جدا يندى لها الجبين. من اللي الواحد يشوف الحالة المزرية والتردي الأخلاقي والهاوية الساحقة اللي وصلنا لها، هذا الشيء هذا ما جاش بين عشية وما جاش هكذا طفرة، وإنما من مخططات خبيثة أهمها برامج التعليم التي يسهر عليها خبراء فرنسيس وكنديين الجزائر والمغرب ومصر وغيرها لتغيير العقلية والبنية الفكرية للمسلمين هناك، وكذلك الإعلام، إعلام العار، إعلام الدعارة والمسلسلات والمكبلات والمدبلجات، كلها تصب وتحرك وتعلم طرق وفنون الزلالة والتصاحب والخيانة الزوجية، فكلها تدفع في اتجاه الفساد. إذا فالفساد والإفساد لم يسقط هكذا جملة ومع المطر، وإنما بالمخططات. والعلاج، ما هو العلاج؟ العلاج هو كل ما تنقول العودة إلى الإسلام، العودة إلى الإسلام. كيف نعود؟ راه ماشي المشكلة هو نحفظ كثيرا من القرآن ونرتله ونجوده وما إلى ذلك، المشكلة هو أن نحفظ ونفهم ونعمل. بمعنى هناك الإيمان عنده أركان، كما أن للإسلام أركان خمسة فكذلك الإيمان له أركان، وهو ستة، ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والقصة معروفة. ففي غياب أركان الإيمان ولو حفظنا 60 حزب فيبقى بدون فائدة، فلا بد من التركيز على أركان الإيمان، يعني معرفة الله، وجود الله، الدليل على وجود الله، هذه الغيبيات. إن لم تتركز في وجدان وكيان المؤمن المسلم فلن تقوم لنا قائمة. أما حفظ القرآن وترتيله فالحفاظ، ها المرتلون، ها جامعة أصول الدين، ها جامعة أصول الشريعة، ها الدردشات الإسلامية، ها الخريجين بأخواج، هل نسمع لهم ركزا؟ هل نسمع بأنهم يقومون بدورهم؟ لا، هم اليوم يدرسوا الدين وإما درسوا الدين. هذه قصص معقدة سنأتي إليها في حلقات قادمة. شكرا إليكم، وتحية من ريفر بيتش شمال بوسطن، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.